احنا بقالنا نص ساعة ماشيين جوه الجبل والممرات ملهاش نهاية. عندي خبر وحش، شكلنا هنتوه اكتر. ليه؟ في ايه؟ الممر بيتفرع لشبكة ممرات زي ما هنشوف بعد 10 ثواني. وصلنا نهاية الممر. الممر له 3 فروع، هنمشي في انهي واحد فيهم؟ الجبل كبير جدا وممكن نفضل ماشيين شهر. في الحالات دي اختبار تيار الهواء بيكون مفيد. قصدك ايه؟ لو في ممر واحد بس له فتحة نهاية، طبيعي انه يتحرك فيه تيار هواء خفيف. الممرات المقفولة هواها راكد ما بيتحركش. كلام منطقي فعلا. فرحة، جربي تستخدمي شعلة الايدين. اللهب الاخضر حساس جدا لاي حركة في الهواء، ودلوقتي هنشوف انهي ممر الهواء فيه بيتحرك. هو الممر ده. جربي اللي بعده. او الممر ده. شوفي اللي بعده. الممرات كلها فيها تيارات هواء. رجعنا للمربع صفر. الموجات التصادمية بتقول اننا مطلوب نمشي 50 كيلو عشان نمسح المكان بالكامل. القش. قش؟ قش ايه؟ ضابط الشرطة قال ان في عربية قش اتسرقت. وده ايه علاقته بينا؟ العصابة بتحتاج كميات كبيرة من القش لو بتحتجز عدد كبير من الحيوانات. بالظبط، منطقي جدا. في آثار قش في الممر اليمين، بس جابوه ازاي من فوق الجبل؟ صعب ينقلوه. النسر العجوز قال لك ايه؟ قال لي كلام غريب عن بركان وطائر حديدي. بس كلامه مطلعش غريب، بدليل اننا دخلنا من فتحة البركان القديمة. بالطريقة دي الطائر الحديدي يبقى طيارة. بالظبط، دي اللي بتساعدهم في تهريب الحيوانات، وهي نفسها الطيارة اللي نقلت القش. الممر ده طوله 5 كيلو بس. يلا بينا. عارفة ان نور واصحابنا تأخروا، بس اكيد جايين يا فلفول، ما تزعلش. ده مفتاح القفص نفس المقاس، اكيد هو المفتاح. لازم نجيب المفتاح باي شكل. تعال هنا يا فلفول ومد زلمتك وهات بيها المفتاح. الافياء الاذكية، انا عارفة انك هتفهمني. المفتاح ده هاته بزلمتك دي. شاطر شاطر يا فلفول، شوية صغيرين بس كمان. المفتاح بعيد، خسارة، كانت هتبقى خطة. جاتلي فكرة. انا هسبق اشوف في ايه جوه. خلي بالك يا فرحة، لو حسيتي ان في حد قريب ما تكمليش، ارجعي لنا تاني. تمام يا قائد. انت عامل حسابك لما نقابل العصابة هنتعامل معاها ازاي يعني؟ ايه الامكانيات اللي في بدلتك؟ استراتيجيات طيران وتخفي وتمويه ودفاع. للأسف مفيش أسلحة قوية نقدر نستخدمها. غالبا مش هنضطر للمواجهة، معانا عنصر المفاجأة، هندخل ناخد زهرة ونهرب من غير ما يحسوا بينا. الخطة المفضلة عندي العمل في صمت. الصمت انتمل. هو ده اللي ما عملناش حسابه. يا ماما، مش قالت لكم بلاك تتدخلوا في شؤون الناس التانيين؟ إلا لو كانوا عصابة من الصيادين. ده مش شغلك، وإلا هتتعرض للأذى الشديد المبالغ فيه. يا حلو انت. هو على فكرة انت مش عارف انت بتهدد مين. انا ما بقولش كلمة قبل ما افكر فيها. ودلوقتي انتوا هتيجوا معايا واحبسكوا في القفص مع البنت الصغيرة لحد ما نخلص شغلنا. مش هنسمح له. انا هرمي البنت الصغيرة الغريبة دي في الحيطة. لا يا عم الشرير، انا طيبة خالص. معنى كده مش عاوزين تسمعوا الكلام. ماشي، انا هنفذ تهديدي. يا ايه ده؟ محدش يهدد اصحاب. يا دماغي. انا شكلي هسورة. هروح انا وزهرة نبلغ الشرطة، واحنا هنتأكد من سلامة الحيوانات. انت فين يا هونجا؟ حول.
وقت التخلص من الأفيال وقال على أسنان يا هونجا. الطيارة زمانها جاية يا هونجا يا هونجا. حس كده تخلص من الأفيال. مش واحنا هنا. انتوا مين وبتعملوا ايه في الجبل بتاعي؟ حلوة الجبل بتاعي دي. انت هتروح السجن عشان تتعلم تحترم الكائنات الحية. انا صحيح ممكن الصورة بس بفوق اقوى من الاول. هونجا انت فين يا هونجا؟ ما بتردش على سلك ليه يا هونجا؟ وقت وانكسرت يا بونجا. انا شايف نتخلص من الولاد دول قبل ما نبدأ الشغل يا هونجا. فكرة عظيمة يا بونجا. اي سنة كله يقف مكانه ولا حركة. بس احنا ما عملناش حاجة غلط والقانون في صفنا. الصيادين دول يا حضرة الضابط هم اللي بيسرقوا الحيوانات. انا اعرفهم هونجا وبونجا وبدور عليهم من سنين. قلتلك يا بونجا الجريمة لا تفيد. هشوفك تاني يا فلفول، اوعى تنساني. هنتأخر يا زهرة. ايوه جاي اهو.